السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في بيت شعر عند ابني في المدرسة اللي هو قم للمعلم وفيه تبجيلة، في الأبيات دي فيها سبحانك اللهم خير معلم، فهل يجوز إن أنا خير معلم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ لا طيب هو هنا في ناس قالوا القصصة تجوز، ها؟ وخير معلم زي أحسن الخالقين خير الرازقين، وفي ناس قالوا لا ده هي هنا أنا أقول لك، أنت تعب نفسك ليه؟ لماذا؟ ما نترك اللي ما جاش الذي لم يأتي في الكتاب والسنة، ونأخذ أفضل ما جاء في الكتاب والسنة، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأنا اعترضت على المقولة دي، فناس استشهدت وقالت يا معلم إبراهيم علمني. هو مين اللي قال يا معلم إبراهيم علمنا ده؟ أو يا معلم داود اللي هو الدعاء. من اللي قاله يعني؟ هل الرسول قاله؟ ناس قالوه، ليس الرسول. يعني لا يجوز. مش بقول لا يجوز، أنا أقول انظري إلى الوارد في الكتاب والسنة وتكلمي بها أفضل. بس أنا عايزة أفهم ابني، هو ده يجوز إن أنا أقول الله إن الله خير معلم، وجاي لهم سؤال بيقول والله الله أجل من هذا، الله أفضل معلم وضح ذلك، فهل يجوز إن أنا أقول الله أفضل معلم وضح ذلك؟ والله يا أختنا أتقي هذه الألفاظ. شكرا.